السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنستقبل فيها أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب يا رب. ادعينا يا شيخ أحمد وبعد كده نبدأ التليفونات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا، والفردوس الأعلى مكاننا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا ولا تفضحنا، بلغنا مما يرضيك يا ربنا آمالنا. اللهم أسبل علينا وعلى بيوتنا نعمة الستر والصحة والعافية. اللهم يا ربنا أسبل علينا وعلى بيوتنا نعمة الستر والصحة والعافية. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام. اللهم يا ربنا ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله عظيم المنة أن يجعل مصر آمنة مطمئنة، والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه وسلم. معنا التليفونات. أم ملك أهلا وسهلا. أهلا يا حبيبتي، تفضلي. أنا ممكن أكلم الشيخ أحمد لو سمحت؟ تحت أمرك يا فندم، تفضلي. الشيخ أحمد إزيك عامل إيه؟ الحمد لله في نعمة والله. الحمد لله. لو سمحت، أنا أم الثلاث بنات وكان معايا وله، وربنا يعني خده مني. بقاء لله. بقاء لله يا حبيبتي، تفضلي. بقاء لله الحمد لله. المهم ربنا رضاني تاني وجبت، بس يعني أنا حامل في بيتي تاني. المهم جوزي مش عايزها، عايز نسقطها بمعنى الأصح. وأنا دلوقتي في الشهر السادس، ما ينفعش إن أنا أسقط. لا ولا تسمعي كلامه. ماشي بقى، كل شوية يزحزني بالكلام ويقول لي ما أنا مش عايزها، وأنا والكلام ده مش عايز. وأنا إيه؟ استغفر الله العظيم. جوزك ده إزاي بيفكر كده؟ أنا عمامي يعني في الأزهر برضو، وعمامي عارفين الدين، بس أنا مش عايزة أجرحه قدامهم ولا عايزة أخلي صورته وحشة قدامهم. لا ما هو مفيش. دي حاجة ودي حاجة. بصي يا حبيبة قلبي، مفيش حاجة اسمها صورته وحشة، لأن هو كده اللي ما بيتقيش الله عمره ما هيتقي الله فيك يا حبيبة. نعم قلبي. صحيح. ولا صحيح. في ولادك دلوقتي يا شيخ أحمد، الشهر السادس ده يعني خلاص بقت طفلة، يعني قولا واحدا فيها الروح، قولا واحدا هيقتل بنته يعني، وانت عادي ساكته؟ لا ما تسكتيش، لازم تدخلي اهلك وعيلته وعيلتك وتفضحيه عشان يفوق. وانت ترضي اللي انت تقتلي نفس؟ وفعلا انا لما قلت له خلاص انا هعمل اللي انت عايز. لا واتصلت على الدكتور، الدكتور قال لي ده في حياتك، قلت له انا مش عايزه حياتي. لا لا في حاجه اسمها كده. ايه خلاص يعني انت تموتي كده؟ طب وبعدين يعني. وبعد ما تموتي يعني مش عايزه حياتي يعني؟ ما انا هعمل ايه من كتر الكلام انا ما. لا 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 روحي اقعدي عند اهلك حتى تضعي، حتى لو تم يعني ان هو يعني بص يعمل اللي يعمله. اياك ان تغضبي ربنا سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعدين دي مش معصية عادية، دي جريمة، دي جريمة طبعا كبيرة جدا. وبالمناسبة احنا عندنا القانون دي واحدة بس. انا مليش فيه حتى لغاية اما يعني لغاية لا دكتور هيعمل كده. شوفي شوفي يا حاجة، ذنبه ايه؟ ذنبه الدكتور يعني؟ ولو كان واد كان كنت انا لغاية اما قلت له ولا انا عدت اي فاكشف ولا عايز علاج ولا عدت واخد علاج ولا عدت يعني مفيش دكتور هيرضى بالكلام ده طبعا. لان القانون يجرم ويحرم ذلك حتى ولو ليوم واحد. بصي يا ام ملك يا حبيبه قلبي، انت لازم تدخلي الناس الكبار اللي في العيلتين، اهلك وعيلتك واهله وعيلته، عشان خاطر ده مش موضوع ينفع يعدي كده اصلا. وبعدين هو اللي ما هو يقول لك كده، الذي لا يخشى الله وما بيخافش ربنا، يبقى ده في خير؟ ده مفيهوش خير، مفيهوش خير. قلت له كل الكلام ده والله،
قلت له ده انا متعلمه في الازهر وامامي كلك في الازهر ومش عايزه برضو اجرحه قدامهم عشان مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. ما تزعليش مني. يخبط راسه في حيط. بتفكري غلط. يخبط راسه في حيطه. انا بقول لحضرتك اهو ما تغضبيش ربنا سبحانه وتعالى. بصي هاتي اهله كلهم وقعدوهم قولوا لهم الراجل ده عاوز يعمل جريمه من الجرائم. انتوا راضين؟ انت عارف لو كل الناس رضيت انت وياك. نعم لغايه ما قلت له يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ما عاشلوش ولا ولد يعني في قادر ان هو كان يعيش له كان يقول لربي ربنا خليني ابني كان سابه. أيوه. بس ده ما عاشلهوش قام قال له يعني رد عليا حتى وقام قال لي ايام الرسول كانت ايام ما فيش يعني ما كانتش غاليه شكل الايام دي وما كانتش ليه هو ما شاء الله يعني من الذي يرزقه من اللي بيرزق زوجك ده مين؟ ربنا. طيب خلاص وبعدين هو سايب يعني الحمل لغايه لما بقى في الشهر السادس وجاي يقول اصل الحياه غاليه ده ربنا هيقفلها في وشه رب العالمين هيقفلها في وشه اكتر. لا وبعدين هو لما شايف نفسه ما عندوش امكانيات يخلف اربعه ليه؟ وليه اصلا ليه؟ سايب كل ده للسادس؟ ما كان عمل وسيله بقى خلصنا من المساله دي ليه لغايه السادس؟ صح كده ولا ايه؟ لكن ليه احنا انا فعلا انا اللي عملت في نفسي كده انا لما الواد مات انا اللي سبت الوسيله يعني وقلت خلاص يعني بقى مالناش علاقه بقى ده قدر بقى ده قدر ما تقعديش تحملي نفسك ايه فوق طاقتك انك انت انا السبب وانا السبب بس. لا مفيش حاجه اسمها كده ويمكن الولد اللي جاي ما تبقيش سلبيه عشان ويمكن انت الولد سلبية. يا استاذه دعاء اللي جاي ده ولا البنت اللي جايه دي يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويكون هو ده النعمه الكبيره بتاع حياتهم اللي يبدل حالهم من حال الى احسن حال. واخده بال حضرتك بنت الصغ بنت يعني عندها 11 سنه قالت له كده قالت لابوها كده قالت له ممكن يا بابا اختي اللي جايه دي تبقى احسن مننا كلنا عيله لسه في سنه خمسه ابتدائي قالت له الكلام ده. لا 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 لا, 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 لا هو صراحه هو راجل مش ولا كويس ولا تقتلوا اولادكم ربنا بيقول كده والله ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. وانت كمان انت دلوقتي انا زعلانه منك انت سلبيه ليه كده؟ انت ما ينفعش تكوني سلبيه كده انت اللي معاكي الحق ومعاكي ربنا ومعاكي الحلال ومعاكي المنطق وكل حاجه معاكي انت دخلي اهلك الناس اتخنقت من كل حاجه ايه من كتر الكلام الناس اتخنقت مش عادتش عارفه ما عادتش بفضل الموت احلى من ان اسمح وليه كلمة تفضل الموت فين اهلك؟ ايه الكلمه اللي هتجرحك ليه معلش فين ايه الكلمه هيقولوا لك ايه يعني الكلام ليا وكلام اللي قاعد يقول لي سجطيه او لا مش عايزها مش يعني لو كان واد مثلا كان قال لي كده ما كانش قال لي كده يعني هو اصلا لازم لا حول ولا قوه الا بالله اللي بيرزق الخلف اصلا مين ربنا اللي بيرزق بنت ولا ولد مين ربنا هو هيعترض هو مش كويس جوزك ده مش كويس الشيطان مظبط دماغه انت ما تسكتيش ما تكونيش سلبيه كده روحي قولي لاهلك ودخلي اهلك واهله ليه لغايه دلوقتي اهلها ما عرفوش هي مش عايزه تقول لهم عشان ما يبقاش شكله وحش قدامهم ايه الكلام ده ما يخبط راسه في حيطه ايه شكله وحش ده ما هو شكله وحش قدام رب العالمين اصلا اللي بيعمل الكلام ده ولادك يعني بوظ نفسيه بناته حتى هو ده عنده دين اللي بيعمل الكلام ده يبقى انسان عنده دين هل هذا الإنسان يعاشر أصلاً؟ نقعد معاه؟ نأتمن على حياتنا؟ إذا كان رب العالمين ائتمنه على الدين فبيخون الدين فده نأتمنه على أعراضنا إزاي؟ يعني شكله وحش؟ ما يطلع شكله وحش ما يطلع ولا تقتل وسبحان الله الناس كده يقول لك والله أصل يعني طب نعمل إيه؟ طب الدكتور قال لها ده فيها روحك إزاي هي بقى؟ تقول له مش مهم اللي مش مهم إيه؟ دي؟ يعني تموتي يعني عشان خاطر الإنسان ده؟ لا والله الحياه بدونه اكرم بالظبط كده اكيد ولادك محتاجين لك يعني اكيد اكتر منه طيب معانا تليفون استاذ حسين اهلا وسهلا ازيك يا استاذ عز حضرتك اهلا وسهلا عايز اسال بس فضيله الشيخ كده في حاجه اتفضل يا فندم تحت امرك ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله في نعمه والله حضرتك انا شغال شيف في الاساس شيف ايه شيف يعني مولد الاساسي شيف يعني بتعمل اكل كويس اهم حاجه شغال في الافراح الشعبيه عندنا في الفيوم في الارياف ماشي أيوة. تمام فمن ساعه الغلا والجو ريح معايا خالص في الشغل تمام واخد بالك فحد قريبي كده عرض عليا شغلنا في جمعيه ما بتسلف قروض بتسلف قال لي هتمسك قروض حضرتك قال لي هتمسك البوفيه تعمل مشاريب او يعوزوا طلبات تطلع تجيبها او كده ونظافه ومسيح وكده. سالت واحد شيخ قال لي كده ممكن يبقى فيها شبهه او قال لي بمعنى صح كده شغلانتك فيها شبهه.
عشان يعني ان المكان معتمد على الربا وانه بيدخل. هي ما فيهاش شبهه. لا هي ما فيهاش شبهه، هي كلها حرام اصلا، كلها حرام. اه طبعا. ايه الشبهه اللي فيها؟ شبهه ايه؟ اذا كان ده عمل قائم اصلا على الحرمه، اقراض الناس بفوائد بالربا، وانا بعمل المشاريب، هو انا كده يا مولانا يبقى دي الشبهه؟ لا دي مش شبهه. انت مساعد لهم في الحرام لو عملت الكلام ده. طب انا اعمل ايه؟ اصبر اصبر، شوف لك والله يمكن ربنا يكرمك بحاجه هنا ولا حاجه هنا. لو تركت الشيء لله، شوف من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. طب واللي يعمل حاجه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فليه اروح في حته زي كده فيصيبني المرض ويبقى معاش عندي بركه في حياتي اصلا كلها، يبقى الفلوس كلها كتير داخله اهو وزي الفل تسر الناظرين، لكن عماله تعمل ايه؟ تمرض في جسد الانسان، فبصرف الفلوس دي على الادويه وتلاقي مفيش في حياتي بركه ولا في اولادي بركه، والزوجه بقت شيطانه والاولاد بقى مش عارف ايه، كل ده بسبب، ويقول لك مش عارف بسبب ايه؟ ما بسبب الحرام. وده بسبب ايه؟ بسبب حرام. اه حتى لو انا برضه عملت صلاه استخاره فجالي الراجل اللي هو ده في المنام اللي هو جاب لي الشغلانه بيقول لي انت ليه ما عملتش. هي مالهاش علاقه بالاستخاره اصلا، هو انا هو الاستخاره اصلا في ده كمان لا تجوز اصلا، هو الاستخاره مش في اي حاجه كده، مش في الحرام. الاستخارة تكون ولا في الواجبات ولا في الحرام، وما الاستخارة تكون فين؟ في الأمور المباحة، في المباحة. لكن ما وحش أروح أقول والله أنا استخرت ربنا عشان أصلي ولا ما أصليش. لا تصلي طبعا. ما فيش حاجة اسمها استخير ربنا، هذا فرض. طب والتاني ترك الحرام فرض، ما ترك الحرام ده واجب عليك أنت تترك الحرام، وما الاستخارة فين يا أستاذة دعاء؟ فأمر مباح أمر والله لكن ده أنت عارف إنها حرام وقائمة على الحرام، فلا ما ينفعش، وخليك في شغلانتك وربنا يرزقك ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. الشركات العالميه خدين متواجده في افريقيا ومتواجده بقوه خدين، بس حقيقي ما فيش استراتيجيه واضحه في هذا التعاون، كله بيتعاون بطريقته كل خدمه. لو احنا كدول افريقيه حطينا هدف ورؤية واضحة في هذا التعاون مع دول مع الشركات العالمية، والشركات العالمية حقيقة مستعدية لهذا التعاون بس بخلال استراتيجية تكون موحدة، فإن شاء الله يكون هذا المؤتمر والمعرض هو المنصة لهذا التعاون وهذه الاستراتيجية اللي تعلن للجميع إن شاء الله. طبعا الشركات بتساهم في المعرض الثاني في نسخته الثانية هذا العام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فدي طبعا اتفاقية بتساهم في الخطوات الإيجابية اللي يتم الاتفاق عليها في أثناء المؤتمر والمعرض بين الدول الإفريقية لدعم الدول الإفريقية في مختلف المجالات الطبية. فالحقيقة هذا دور مهم جدا، وهذه الشراكة بين المؤتمر وبين هيئة الشراء وبين الدولة بكل مختلف جوانبها التعليمية والطبية في هذا المؤتمر بيساهم كثيرا في دعم هذه العلاقات وفي دعم قضية دعم مصر للخدمات الطبية في أفريقيا. المؤتمر الأفريقي أفريكي هيلث إكسكو كان منصة مش بس مصرية وأفريقية، وكان نافذة كمان للدول الأفريقية والعالم، بتنقل الخبرات المصرية في مجال الدواء والمستلزمات وبتعكس دواء وتحاول تكابيتاليز عليه عشان الدول الأفريقية تستفيد منه أكتر. إحنا في هيئة الدواء كهيئة رقابية بنشتغل دايما مع شركاء الصناعة عشان نأكد على قوة الصناعة الدوائية المصرية، واللي حققت محققات الحمد لله كتيرة خلال الفترة اللي فاتت، نقل دواء وتعظيم الاستفادة منه وتعظيم تواجد الأدوية المصرية في القارة الأفريقية كلها، هو الهدف الأسمى اللي بنحاول كلنا ان احنا نشتغل عليه سواء هيئة الدواء او هيئة الشراء مع كل مؤسسات الدولة. بنأكد على استثمارات أستاذينك وخطتها المستقبلية في السوق المصري، يمكن احنا لينا خطة طموحة في الثلاث سنين القادمة ان احنا بنزود استثماراتنا في السوق المصري في الانتاج المحلي وتوطين صناعة الدواء بنسبة 50%، في نفس الوقت عندنا خطة طموحة لتوفير أحدث المستحضرات العلاجية 25 دواء وإضافة جديدة متوقع أنهم يبقوا موجودين في مصر في الثلاث سنين الجاي. في نفس الوقت السنة دي احنا عندنا 9 مستحضرات و9 إضافات جديدة بنقوم بيها لدعم المريض المصري ودعم القطاع الصحي على قد ما نقدر، وإن دايما أسترازينيكا شريك رئيسي للدولة المصرية وبتدعم المريض المصري. احنا نعتبر واحد الرعاة الرئيسيين لمؤتمر
الأفريكا هيلث، وفي نفس الوقت مكافحة السرطان في أفريقيا، إن احنا بندعو الأطباء من مختلف الدول الأفريقية إن هم ييجوا هنا في مصر ويحضروا المحاضرات وتنقل الخبرات مع الدكاترة في مصر. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. تعالوا نشوف أول تقرير خير ونرجع نعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النهاردة عايز أقول لكل حد بيشاهد وبيتفرج علينا النهاردة دلوقتي، إحنا جينا نلبي دعوة كريمة من أب كريم لنا، استغاث بينا وبيستغاث بحضراتكم علشان يحكي لنا ظروفه ومشاكله ونقدر نحلها له. عندك كم سنة عم السنة؟ أنا 64 سنة. 64 سنة. كل الناس اللي شايفينك دلوقتي وبيتفرجوا عليك تقول لهم إيه؟ أنا السقف ده عامله من زمان كده، يعني المقاضي عشوائي، وقلت أقعد أنا والزوجة بتاعتي ساعة الرياح والحاجات دي بيطير والهواء والنطر بنتبهدل، والحمد لله يعني بيجي حشرات من الجبل، بيجي حشرات جامده قوي، لما قصه تعابين وبيجي حاجات وفيران وبس، ولا نفسي اقعد في حاجه يعني حلوه، يعني نفسي في حمام نظيف ونفسي في دوره ميه بس، ومش عاوز حاجه بقى، يعني الباقي كله على ربنا يعني ابو الكل يعني الحمد لله. واذا كان في بقى من عند الله يعني كده بق الميه النظيفه، الميه مالحه، انا عاملين لي هنا ترومبه بس يعني حادقه شويه ما تنفعش للنفس اشرب ميه. بروح انا بروح والله بشيل على كتفي، وناس بتشوفني في البلد يعني بشيل بتاع 2 كيلو كل يوم، يعني كل 3 ايام بملى 5 جاكيت 7 جاكيت، والحاله بره يعني شفتوا الجاكيت كلها. عم السيد لما بيشيل الميه بيمشي 2 كيلو، طب ليه ما نشاركش النهارده ونوصل له وصله ميه او نوصل له عداد تغنيه؟ تخيل كده، يعني من سقى مسلما شربة على ظمأ، اللي يسقى عم السيد الراجل الطيب واسرته شربة على عطش في الحر، انا بقول لكش حط له تكييف ولا حط له ثلاجة، وصلة مية بسيطة مش هتكلف حضرتك. انا بقول من خلال مؤسسة فذكر وخلال الارقام اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة وخلال كل حاجة بنشوف فيها اعمال ومساهمات فذكر، بقول لكم الراجل الطيب ده عايزين نرحمه. الراجل ده تعب وشيء وهو صغير، بس احنا عايزين نمديله ايد الرحمة، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم قبل ما يبارك للراجل ده. بدعوة من الراجل الطيب ده هتخلصك من همومك وأحزانك، ما نقص مال من صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. احنا طبعا عايزين نفكركم ان ارقام التليفون الموجودة على الشاشة دي ارقام تليفون مؤسسة فذكر، وبرحب مرة تانية بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لنا جميعا، ودايما بنقول ايه، علشان ربنا يرزقنا الستر لازم احنا كمان نستر عباده. طيب خليني بس في البداية، الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. لما نيجي يا أستاذة دعاء نشوف حالة زي الحالات اللي بتعرض الآن من مؤسسة فذكر، في قضية من قضايا مثلا حالة من حالات العوز، إن الناس محتاجة، الناس عاوزة، فالناس عاوزة لو كانت معاها كانت قامت هي وتصرفت، وما شفناش البكاء بتاع الحاجة الله يا ربي يحفظها يا رب ويديها الصحة ويكرمها إن شاء الله. البكاء ده غالي على كل إنسان عنده شعور بالآخر، عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يقول: المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. إن أنا في النهاية لما أشوف حد تعبان أنا بحاول بقدر الإمكان اللي أنا أروح أحوطه من وراه، أحاول اللي أنا أحميه، أحاول اللي أنا أدافع عنه، أحاول بقدر الإمكان اللي أنا أشوف إيه اللي أهم وأرفع عنه الهم. ده شعور نبيل جدا، ده الإنسان اللي ما عندوش ده، لأن إحنا افتقدنا ده لما بقناش نسمع عن ده كتير.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربى ده في الصحابة، وإحنا في النهاية قدوتنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيلي لو كل إنسان الآن بيقول والله يرفع التليفون على مؤسسة فذكر، ولا يشوف الأرقام الحساب البنكي ويقول لهم يا جماعة الخير أنا محتاج أن أنا أشارك حتى ولو بالقليل، قليل مع قليل بيبقى كثير. دايما نقول إن الجبال من الحصى، وحنلاقي الناس دي فرحانة. أنا عاوز أقول إني بفضل الله قريبا جدا هنشوف في خلال الفترة القادمة دي إن شاء الله بإذن الله قريب جدا هنشوف إنجازات وفرحة ناس وأهالي كتير جدا بفضل الله تعالى، ارتسمت البسمة على وجوههم لما تم الإنجازات بفضل الله عز وجل. في إنجازات، في إنجازات بفضل الله على أرض الواقع بفضل الله تعالى، وقريبا جدا الناس هتشوف الكلام ده، والناس بتشتغل بإيدها وسننها عشان توصل الخير لمستحقيه. طيب سيدنا النبي لما ربى ده في المجتمع، مجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عملي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، تآخوا اثنين اثنين، يبقى كل اثنين يبقى ده أخو ده. أخو ده يعني إيه؟ أخو ده يعني أنا أسندك، أخو ده يعني لما تتعب أنا معاك، لما هتحتاج فلوس أخويا، أخويا يفتح بيتي وياكل من غير ما يسألني، لأنه ده أخويا، كأنه أخويا ابن أمي وأبويا، ها؟ كأنه كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاهم الأخوة دي عشان إيه؟ عشان يبدأ مسألة الشعور بالآخر، مع أن مجتمع المدينة بالمناسبة مجتمع فقير، ما كانش مجتمع غني، يعني مش مجتمع صناعي. وما المجتمع المدينة كان إيه؟ ده مجتمع زراعي، والرقعة الزراعية بتاعته محدودة، قائمة على التمر والزيتون وبتاع وشكرا على كده. ومع ذلك يفتحوا البيوت ويقسموا الأموال، والمهاجرون رضي الله عنهم يقولوا بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. فبدأ المجتمع يرقى ويرقى ويرقى حتى أصبحنا يا أستاذة دعاء الدولة الإسلام دي ملء السمع والبصر، وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم، والله عز وجل رقاهم، والله رب العالمين رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهم الخير. أنا المال اللي معايا في النهاية ده مش مالي أنا، ده ربنا سبحانه وتعالى أعطاني هذا المال حتى ينظر كيف أتصرف في هذا المال. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وبالتالي فإحنا لما نشوف حاجة زي كده، تقرير زي كده، نحاول بقدر الإمكان أن نتكاتف، نحاول بقدر الإمكان اللي إحنا نساعد بعض، لأن دايما يقول لك الإيد الواحدة ما تسقفش، إيد مع إيد نبدأ نسقف يبدأ الصوت يطلع. فلما جنيه مع جنيه، 10 جنيه مع 10 جنيه، تقدر تنقذ حالة من حالات الفقر والعوز، فتخلوهم على الأقل في منطقة اللي هو لا يسألون الناس شيئا. طيب احنا نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر ونرجع له. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. النهاردة في إحدى قرى بني سويف، النهاردة معانا حالة أنا مش عايز أتكلم عليها، بس خلونا نسمع. هنتعرف عليك. معك محمود محمد محمود من كونفراد. أنت استغثت بينا فإحنا لبينا لاستغاثتك وجينا لك كمؤسسة فذكر. شفنا الوضع على الطبيعة وشفنا الحياة اللي انت عايشها، تطلب ايه من اخواتك واصحاب القلوب الرحيمة اللي بيشوفوك دلوقتي؟ والله انا اتمنى بس ان شاء الله يعني ربنا يبارك في الناس الحلوة، ان احنا نعلي البيت ونسقفه ونعمل مثلا مية نظيفة، عداد وكهرباء مثلا، عشان نعرف نعيش بس زي اي الناس باي حالة يعني اقل. وانت ما عندكش وصلة؟ لا ما عنديش وصلة مية. ومال بتجيب المية بتاعتك؟ والله بنجيبها من الشارع، بنمشي حوالي يعني 200 متر او 300 متر عشان نجيب المية. والله انا طالب اللي هو الحاجة اللي هي دي تسترنا بس، وبيشكر والله وبارك الله فيهم يعني اي حاجة مساعدة بس، عشان خاطر انا ما بقدرش اشتغل والدكتور منع عليا الشغل. انا كنت شغال حلاق كده بسيط على قدي والدكتور منعها عني. نفسي بس في اي شغلانة تانية، اي وظيفة كده على قدي كده وخلاص، اكل من عيش بس وخلاص. مش طيب احنا شايفين دلوقتي ابنك يعني رجله اظن فيه اثار عملية او كده، تقوصات في رجليه عملناها، والشمال برضو محتاجة برضو عملية بس قال شوية يعني.
انت عملت عمليه اللي واحده كان فيها تقوصات ومحتاج للتانيه تقوصات بس دي خفيفه شويه. طب هو نازل مولود بكده ولا بس كان وقع على حاجه او نازل مولود كده حضرتك؟ انا بقول لحضراتكم واقول لنفسي نشكر ربنا سبحانه وتعالى بكلمه الحمد لله رب العالمين، لان شكرتم لازيدنكم. ودايما بيقول انا صابر وانا بقول بالايه والله خير الصابرين. وبشر حضراتكم ان كلنا هنمد ايد العون للحاج محمود اللي هيقدر يشارك دلوقتي من خلال الارقام اللي ظاهره لحضراتكم على الشاشه، ويقول انا هعمل عمليه الحاج محمود. وعايز اللي يتصل تاني من كل حته ومن كل مكان بيسمعنا يقول انا هعمل عمليه ابن الحاج محمود عشان يقدر يمشي ويلعب ويتحرك. واللي يقول انا محتاج اعمل السقف، وواحد تاني هيقول انا متكفل بالحاله دي كلها ان هعمل عمليه واعمل له السقف ووصل له وصله الميه عشان يقدر يعيش الحياه الكريمه اللي اي حد يقدر يعيشها. بقول لكم في رمضان اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الاعلى هم فيها خالدون. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومكملين حلقتنا في الأيام المباركة اللي احنا فيها دي المفترجة اللي المفروض ان احنا نحس فيها ببعض. وسيدنا النبي لما نيجي في رمضان، رمضان ده شهر الخير، شهر البركة، شهر العظمة، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. كل إنسان بيبقى داخل يا أستاذة دعاء عنده عكوف على الرب الجليل سبحانه وتعالى. تعرفة لما نشوف بتاع سيدنا إبراهيم لما بيقول إيه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيه عاكفون. كل واحد فينا هو عاكف على تماثيل، بس هو مش واخد باله. عاكف على شهوات، عاكف على حب الدنيا، عاكف عن فعل الحرام وعلى فعل الحرام، عاكف عن الطاعات، عاكف عن صيام، عاكف عن صلاة، عاكف عن زكاة، عاكف عن صدقة. وبالتالي فانا عندي شويه تماثيل انا كمان. هو الكفار ايام سيدنا ابراهيم اللي كانوا بيعبدوا الاصنام كانوا بيعملوا ايه؟ جمعوا قلوبهم وارادتهم وهمهم على الاصنام. فاحنا ايه؟ كل همنا على الدنيا. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انا لما اكون عاكف على كده محتاج ان انا انقي نفسي، فانا محتاج ان انا اعكف على الرب الجليل سبحانه وتعالى. طب انا عاوز محتاج ان انا اروح لربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال لنا وهو الغفور الودود، الله يتودد سبحانه وتعالى. فكل إنسان كان عاصي، كل إنسان كان مذنب يذهب إلى ربه الجليل سبحانه جل وعلا. فلما تروح لربنا هتلاقي الطرق متنوعة وطرق الخير كثيرة جدا، منها صلاة، منها صيام، منها زكاة، منها حج، منها كذا منها كذا، منها صدقات، منها اللي انت تشعر بالفقراء والمساكين. الحالات اللي بتعرضها مؤسسة فذكر في النهاية هي حالات مش غنية ولا حاجة، لان الصوره هي اصدق شاهد بالمناسبه. هي حالات لو هي كانت كده ما كانتش مدت ايديها. الناس على فكره متعففه جدا، بكاء الناس دي مش بكاء كده نازل، ده بكاء نازل بحراره، بكاء سخن زي ما بيقولوا كده، لان هم من جواهم بيتكووا، فاللي جوه ده ظهر على الوجه بس مع ان هم كاتمينه. فمحتاجين اللي احنا كلنا نتكاتف، محتاجين اللي احنا كلنا، مش عاوز اقول ان هو دايما ماذا قال الله وقال رسول الله، لان احنا المفروض احنا عارفين الكلام ده. وفي النهاية انا كانسان لابد ان اشعر، يعني هب انه لا في جنة ولا في نار، هنفرض ذلك مثلا ان لا في جنة ولا في نار. طب اين شعور الانسان باخيه الانسان؟ فين شعور الانسان باخيه الانسان؟ فليه نفقد هذه القيمة يا استاذة دعاء؟ ودي نعمة عظيمة من نعم الرب الجليل سبحانه وتعالى على الإنسان. محتاجين اللي احنا نتكاتف مع مؤسسة فذكر، نحاول بقدر الإمكان خلينا نقول إيه، ننقذ الإنسان أيا كان هذا الإنسان. نشوف كمان تقرير ومؤسسة فذكر ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه. صراحة لما شفت حالة الحاج محمود فالواحد يعني افتكر الآية ديت كأنها دي بتنطبق على نفسه، ودي رسالة لكل واحد
يعني بيقطع كثير من الثواب عشان يصل لأعلى مكان في الجنة، وأنه هو يعني يكون من أهل فردوس الأعلى. ازيك حاج محمود؟ طيب احنا لما حضرتك استغثت بينا ومؤسسة فذكر، حبينا نيجي نلبي طلب حضرتك ورغبتك ونشوف الوضع على الحقيقة. طلباتك ايه من كل اللي بيشوفك دلوقتي وكل اللي بيتابع مؤسسة فذكر، تقول لهم ايه؟ والله حضرتك المطر بتبهدلنا في الشتاء، والعريشة بقى نعمل عريشة كده وبتاع، والفيران وخلينا نبهدلنا خالص، انا مش عارفين نعيش يعني فين. البيبان مثلا بيبان مقصر عن اللي زقها كده، والميه بقى الميه بتاع الشرب، ما عندناش ميه بتاع الشرب، بنملى من هنا بعد جنبينا. يعني انت طالب وصلت ميه او عداد ميه؟ الميه والعريشه بقى بتاع البيت. يعني تتمحر البيت او تسقف البيت، يعني زي احنا ما شايفين حضراتكم ان البيت يعني حتت قبل كاش، يعني حاطط هنا بلاستيك، حاطط هنا مفرش، حاطط هنا الواح، حاطط حاجات هو نفسه يعيش الحياه الطبيعيه اللي الناس عايشاها. لانه بيقول لك ان المطر لما بيجي عليه او الحر بيبقى مش عارف يعني، طب يقعد هنا، طب يهرب من المطر هنا هو اولاده، طب بينزل عليهم حشرات. فهو طالب بوصله ميه، وطالب كمان من اهل الخير اللي بيشوفوه دلوقتي، طالب منهم ان هو يعني يسقف البيت ويعيش الحياه الطبيعيه لاي حد عايش. الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه هي اللي هتكون سبب ان انا ارفع سماعه التليفون دلوقتي واقول انا ضمنت مكان في الجنه، ان انا هجيب الابواب. واحد تاني يقول انا عايز اشرب من ايد النبي يوم القيامه، بس هاخد الحاج محمود يكون سبب يخليني اشرب من ايد النبي، ان انا هوصل وصله ميه. من سقى مسلما شربه على ظمأ سقاه الله من انهار الجنه. واحد تاني يقول انا هاخد الحاج محمود هيكون سبب يخليني في الرفيق الاعلى مع اهل القران، يكون سبب ان عياله يتعلموا ويعيشوا حياتهم زي الناس كلها ما عايشه. واحد تاني هيبص لحاله الحاج محمود يقول لك انا يعني من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما اخذ الدنيا بحذافيره. بيقول لك انا محتاج ابواب، يبقى انا النهارده هامن الحاج محمود يعيش في امان. واحد يقول لك انا متكفل بابواب. الموضوع بسيط جدا يا جماعه، لكن ابواب الجنه كتير. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. احنا في نهايه فقرتنا يا شيخ احمد عايزين تعليق اخير من انا حاجة. عاوز ادعو لكل انسان يشارك وكل انسان يساعد. ربنا يسعدك زي ما بتدخل الفرحه على الناس. ربنا يا رب يرزقك الفرحه في الدنيا والاخره زي ما بتسعد الناس. شوف الحاجه يعني بتبكي ازاي، كل واحد هيمسح الدمعه اللي بكتها دي الست دي. فخلي بالك ان دي هتكون سبب في نجاتك من النار يوم القيامة بإذن الله. مش بس كده، كل إنسان مريض وتصدق بجنيه أو بأكتر أو حتى أقل لله رب العالمين ومن أجل الفقراء وإسعاد الفقراء والمساكين، فالصدقة سبب للشفاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. أولا يعني جزا الله خيرا القائمين على المؤسسة، وجزا الله كل من أعانى وكل من ساهم وكل من دل على الخير. آمين يا رب. أشكرك يا شيخ أحمد، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا حالة النهاردة حالة مختلفة عن كل الحالات اللي بنعرضها لحضراتكم. حالة الحاجة زينة النهاردة هتعرض لحضراتكم طلباتها ايه. احنا مش عايزين نتكلم كتير، ولكن خلينا يبقوا محل تنفيذ ومحل ثقة عند الناس. نسمع من الحاجة زينة وهي مع حضراتكم هتحكي كل ليلة عايزاه، واحنا اصحاب خير، اصحاب رسالة بنوصل للناس اهل الخير علشان يقدروا يساعدوها ويتبرعوا معاها. ايه عرف الناس اسمي؟ زينة محمد علي سعد، معايا من حافظة كوم أبراد، معايا 4 أولاد. طيب طلباتك ايه من الناس اللي بيشوفوك ويشوف مؤسسة فزك؟ يعني بس طالبين منهم بس ان هم يسقفوا لنا البيت ويظبطونا بدل ما بنقعد كلنا في اوضه واحده. يعني انت طالبه من الناس ان هم يسقفوا لك البيت؟ ما
الماء نظيف عشان احنا بنقعد فتره كبيره او لما بنملى الماء نظيف. الميه دي بتمشوا مسافه قد ايه عشان تجيبوا؟ بنمشي شويه كتار كده يجي 4 كيلو لحد ما بنجيب الميه النظيفه، لكن الميه اللي هي موجوده دي ما بنشربهاش. طلباتك ايه من الناس تاني غير ان هم يوصلوا لك وصله ميه ويسقفوا لك البيت ويتقل؟ والله بقى اللي هم شايفينه يعملوه، وانا اللي انا رب يعني اسمه كريم، ربنا موجود به هو اكرم من اي حد. تخيل افضل كلام بتقوله، رب كريم افضل. تخيل الناس دي رغم الحياه البسيطه لكن بيقولوا رب كريم. يا كل واحد معاه مبلغ بسيط عايز يتصدق بيه، الفرصة قدامك، هي الحاجة زينة قدامك. الأرقام اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة ما تبخلش، افتح تليفونك، ابعت رسالة، ما تقللش جهدك، لكن انت عند ربنا حاجة كبيرة، وهي هتكون سبب تدخلك الجنة وتكون سبب ان النبي يشفع لك يوم القيامة. الأرقام ظهر قدام حضراتكم، ما نبخلش، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. شفنا طبعا التقرير، وعايزين نقول ان كل التقارير اللي بنشوفها ومؤسسة فذكر اللي طبعا ارقام التليفون بتاعتهم على الشاشة، هي معمول لها الحقيقة دراسة حالة، واحنا بنشوف الحالات بجد ازاي يعني محتاجة. وزي ما بقول ان الواحد بيبقى نفسه، هي الصورة اصدق شاهد يعني. يعني احنا شايفين الحالة لما بنبص على التقرير نلاقي الحالة صعبة جدا، الواحد نفسه الناس تساعد الحالات عشان خلاص ما تتعرضش تاني ونشوف حالات غيرها. هو أنا بس عاوز أبشر يا أستاذة دعاء إن إن شاء الله بإذن الله الأيام القادمة دي هنشوف إنجازات عظيمة جدا من مؤسسة تذكر، هي قامت بها بالفعل إن شاء الله. دي إن شاء الله هنبدأ سواء في يعني وصلات المياه، سواء حتى في كراتين الخير بإذن الله تعالى، سواء في حتى أبار يعني الأسقف كذلك الأمر، كل دي إن شاء الله بإذن الله هنشوف ده قريب جدا، والناس ستفرح بصدقتها وبتطوعها بإذن الله تبارك وتعالى. لأن في النهاية هو احنا محتاجين لإنسان يعيش كإنسان. يعني إيه يعيش كإنسان؟ يعني في النهاية إن الإنسان يحيا كما خلقه الله عز وجل، يحيا كما خلقه. إن كانت فيه الطبقية فالإسلام جاء لإلغاء هذه الطبقية، فدايما يقول المليان يكب على الفاضي. ليه؟ عشان الفاضي كمان يملأ. طب الكلام ده قاله مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم فأغنوا. يعني ما جيش يقول والله هو السقف والوصلة دي تتكلف كذا، أنا معايا حق ال 4-5 آلاف جنيه، فأنا طب كفاية لهم 1000. لا، يعني ليه كفاية؟ ليه كفاية؟ ربنا لما أداك ما قالش كفاية، ربنا سبحانه وتعالى لما أعطاك أغناك، ورب العالمين مش بخليك محتاج. فانت كذلك الامر تعمل ايه؟ استر حتى تستر، صح كده؟ اللي هو اجبر قلب فقير حتى يجبرك الرب الكريم سبحانه وتعالى. واعلم ان الله رب العالمين هو الكريم وهو الودود سبحانه. سبحان الله، ربنا يكرم كل الناس ويقدر كل على عمل الخير. بشكرك يا شيخ احمد، ربنا الله يكرمك يا رب. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.